بعد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم يا شافي المراد في مرضانا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتركنا في يدك وفجاءة نقمتك وجميع صفاتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنت قلت في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم توكلنا عليك. اللهم انت رجاؤنا. اللهم انت إلهنا. اللهم توكلنا عليك. اللهم توكلنا عليك بوسيلة نبيك وبوسيلة حبيبك ہی تو رسالت خانہ